أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم ماشيت الصحافة، وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها ماشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية. بعد الفاصل نبدأ معكم بصحافتنا المحلية. نرحب معكم مشاهدينا بضيفي الكاتب الصحفي جاسم الشمري، حياك الله معنا في ماشيت الأربعاء. حياك الله، يا مرحبا، نهار سعيد إن شاء الله. نبدأ جولتنا معكم مشاهدينا من صحيفة الجريدة وهذا المانشيت. أربع مهندسات للبلدي، وتحت هذا المانشيت كتبت العناوين الشارحة: مجلس الوزراء اعتمد مرسوما بتعيينهن في سابقة تعيد الاعتبار للعنصر النسائي، إجراءات احترازية لمواجهة جدر القرود وتلافي تسربه إلى البلاد، تشكيل فريق لدعم الأمن الغذائي واستدامته. وفي تفاصيل الخبر قالت الجريدة أنه في سابقة تقدمية تعيد الاعتبار إلى الحضور النسائي في المجلس البلدي، اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين 6 مهندسين بينهم 4 نساء في المجلس الجديد، هم إسماعيل بهبهاني وشريفة شلفان وعلياء الفارسي وعبد اللطيف الدعي ومنيرة الأمير وفرح الرومي، وقرر رفعه إلى سمو الأمير متمنيا لهم ولزملائهم المنتخبين النجاح في تعزيز دور البلدي في ممارسة مهامه ومسؤولياته لدعم جهود التنمية الشاملة بالبلاد. نقف عند هذا الخبر، إذن سابقة تاريخية بتعيين 4 مهندسات في البلدي، ما هو تعليقك على هذا الحضور النسائي اللافت؟ نعم، حقيقة بحسب البيانات الإحصائية تشكل النساء يعني في البلاد ما نسبته 51% من إجمالي عدد المواطنين، هي ذات النسبة التي يعني تشكلها النساء كقوة عمل في المجتمع من المواطنات مقارنة بالمواطنين. وعلي أرى أنه يبدو من المنطقي أن يختار مجلس وزراء تعيين 4 سيدات يعني مقابل رجلين في المجلس البلدي، هو خيار محمود، وربما كان ذلك في سياق يعني دعم الحضور النسائي في العمل العام تمهيدا لحصولها مستقبلا على مقاعد في السباق الانتخابي. بطبيعة الحال يعني يأتي أيضا ذلك ضمن سعي الدولة لتمكين النساء. الحكومة وقعت في أغسطس من العام الماضي في إطار الشراكة الوطنية بين البنك الدولي والكويت، هو الأول من نوعه والمعني بتمكين النساء، الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي يعني، وهو يتضمن إطار قائم يعني بذاته للمساواة بين الجنسين. أيضا خطة الدولة أو رؤية الكويت 2035 ترمي إلى يعني تعزيز موضوع المساواة بين الجنسين، وبالتالي يعني أطلقت الكويت مبادرة برنامج يعني تمكين المرأة في البلاد في إطار برنامج الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. مبادئ تمكين المرأة حقيقة هي مجموعة من الإرشادات أبرزها زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية، وربما كانت هذه الخطوة في التعيين تأتي مواكبة لنهج التمكين هذا. هذه الخطوة صحيح أنها غير مسبوقة في العدد، ولكن سبقتها خطوات، يعني كان في تعيين في المجلس البلدي بداية ما منحت المرأة حق التصويت والترشيح في 2005 تقريبا، وكان في المجلس البلدي تقريبا 3 سيدات اختيرنا في تلك المرحلة. الآن زاد العدد إلى 4، وهو كما قلت نهج محمود، نتمنى أن يتواصل هذا النهج لما في خير البلاد والعباد. نعم. صحيفة الكويتية تناولت تأكيد وزير الصحة الدكتور خالد السعيد خلو دولة الكويت من جدر القرود، حيث أن الوزارة مستمرة في عملية رصد ومراقبة الوضع لمواجهة التطورات وتلافي تسربه إلى البلاد والوقاية منه.
وفي صحيفة الوسط نقرأ إصدار وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان تعميما لكل الجهات التابعة له لإعطاء الأولوية للمشاريع الصغيرة في جميع التعاقدات والمشتريات المباشرة. خبر آخر في صحيفة القبس حول إصدار وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قرارا وزاريا بتشكيل فريق عمل لدعم منظومة الأمن الغذائي واستدامته في البلاد. صحيفة الصباح نشرت خبر تكريم سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح تقديرا لدعمه الراسخ والسخي للمواكب والمسيرات التي تقام في يوم الذكرى الوطني منذ انطلاقها في عام 2005 تخليدا لأفراد الجيش الأمريكي الذين فقدوا أرواحهم في خدمة بلدهم. جاء ذلك خلال فعالية المسيرة التي نظمها مركز المحاربين القدامى الأمريكيين لإحياء الذكرى السنوية التي يحتفل بها في يوم الاثنين الأخير من شهر مايو وهو يوم عطلة فيدرالية بالولايات المتحدة. أما صحيفة الراي فتناولت إفادة خبير الصناعات الغازية في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك وائل عبد المعطي بأن الكويت باتت أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط بعد تشغيل مرفأ الزور شهر يوليو 2021 والذي يعد أيقونة هندسية ومشروعا عالميا بطاقة تغويز تصل إلى 3 مليار قدم مكعبة يوميا وسعة تخزين تصل إلى 1.8 مليون متر مكعب مشيرا إلى أنه يملك مقومات لتقديم خدمات لوجستية متنوعة لتطبيقات الغاز المسال مستقبلا مثل تموين السفن. وفي صحيفة النهار نقرأ إعلان الإدارة العامة للطيران المدني حصول إدارة مراقبة معلومات الطيران بالملاحة الجوية التابعة لها على شهادة الآيزو للمرة الثانية والمعنية بإدارة نظم الجودة وذلك بعد تطبيقها متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو. خبر رياضي مشاهدينا في صحيفة الأنباء حول تمكن منتخبنا الوطني لألعاب القوة من الفوز بست ميداليات متنوعة في البطولة العربية 19 للألعاب القوة التي اختتمت في تونس. مشاهدينا ماشيت الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفاصل نتجه وإياكم إلى الصحف العربية والعالمية. نشر موقع بوليتيكو تقريرا حول أهمية مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA ويليام بيرنز في فهم شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو ما رفع مكانته في دائرة المساعدين للرئيس جو بايدن. يقول التقرير إن نصف العاصمة واشنطن لا شغل لها إلا تحليل كل كلمة وحركة تصدر عن بوتين وعندما يتحدث بيرنز عن الزعيم الروسي فكلامه يحمل وزنا وهو كتب عنه قائلا بأنه مزيج غريب من الصفات الروسية وقال بالحرف إن زعيم الكرملين هو رسول الانتقام وبدلا من التخلي عن غزوه لأوكرانيا توقع بيرنز أن يضاعف بوتين من حربه واعتبره في حالة ذهنية لا يستطيع من خلالها التفكير بالهزيمة. إذن أستاذ جاسم لماذا يستعين البيت الأبيض برئيس الاستخبارات السابق لتحليل شخصية بوتين التي اعترف الغرب أنها بعيدة عن التوقع برأيك؟ نعم، اولا وقبل يعني كل شيء يجب هنا ان نؤكد ان القرار الغربي في مجمله يصنع ضمن اطار سيناريوهات يعني عديده يقدمها خبراء ومحللون من 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 مشارب شتى يرسمون صوره متكامله كل من جانبه لما يتوقع حول الملف معرض البحث وربما لذلك يعني ارى انهم ينجحون كثيرا في خلق صوره اقرب للواقع وبناء عليه اتخذ القرار المناسب لها أو على أقل تقدير
يعني توضع مجموعة من الاحتمالات، ومع كل احتمال الفرضيات الممكنة والنتائج المتوقعة، وبناء عليها ترسم خطوط عريضة للقرارات الواجب اتخاذها والأزمات التي يمكن حدوثها وآليات معالجتها على المدى القريب والمتوسط وأحيانا أيضا المدى البعيد. فعليه القرار الغربي قرار مؤسسي لا يخضع لمزاج شخص واحد أو كتلة واحدة، وإنما هو يمكن يعني وصفه بأنه عصف ذهني يتشارك به يعني كثيرون كما قلت من مشارب مختلفة. ويليام بيرنز هو قبل أن يصبح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كان نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما. هو أيضا من قاد الوفد الأمريكي في المفاوضات مع إيران بشأن برنامج النووي في عهد الرئيس باراك أوباما، وتوجت تلك المفاوضات باتفاق تاريخي في عام 2015. لعل الأهم هنا هو أنه شغل منصب سفير الولايات المتحدة يعني في روسيا بين عامين 2005 إلى 2008، وبالتالي لديه الخبرة الكافية بالشأن الروسي، ولعل ما يقوله يعني يكون أقرب للواقع لأنه تعامل مع هذه الشخصية عن قرب في هذه السنوات الثلاث التي قضاها هناك في موسكو. ومن هنا يمكن القول يعني حقيقة أن بيرنز هو الأقدر على تقديم يعني تحليل واقعي لشخصية بوتين، وإن كان ليس هو الوحيد الذي يعني يقدم تحليل عن الرئيس الروسي، وإنما تتشارك كما قلت مجاميع مختلفة لتكوين صورة أقرب إلى الواقع يمكن معها التنبؤ بما سيقدم عليه الرئيس بوتين في مراحل لاحقة. نعم. إذن في عنوان آخر لصحيفة الأهرام مشاهدينا، الجنائية الدولية يجب عدم التهاون مع مسائل جرائم الحرب في أوكرانيا. أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن هناك كما هائلا من المعلومات في موقع كل جريمة يتم التحقيق فيها بأوكرانيا. وأعلن خان أنه يعمل على فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في العاصمة كييف الأسبوع القادم، مشيرا إلى ضرورة وجود جبهة مشتركة للوضع في أوكرانيا لضمان عودة السلام والاستقرار فيها، وشدد على أنه يجب عدم التهاون مع مسائل جرائم الحرب في أوكرانيا. وأوضح أن هناك جهدا كبيرا من خبراء العدل الجنائي الذين يعملون على المهام المطلوبة لإجراء تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم في أوكرانيا، وأشار إلى أنه يجب التحقق من الدلائل التي بحوزة المحكمة الجنائية. بداية سجاسم، ما تفسيرك لانخراط المحكمة الجنائية بهذا الاندفاع في أوكرانيا؟ هو من باب الضغط الدولي المتزايد على موسكو. هنا يجب الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وروسيا من ضمن دول لم يعني امتنعت عن التوقيع على ميثاق المحكمة، ولكن هناك أكثر من 123 دولة صادقت على ميثاق المحكمة تشمل دول أوروبا، أمريكا الجنوبية، عدد من الدول الأفريقية، وبالتالي مباشرتها أو مباشرة يعني المحكمة الجنائية الدولية إجراءات تختص بها كالتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان، قد يجعل يعني المسؤولين الروس تحت طائلة الملاحقة الدولية حتى وإن لم تعترف موسكو بالمحكمة، وهو ما يشكل يعني عامل ضغط سياسي وقانوني على مسؤوليها سواء المسؤولين السياسيين أو العسكريين، إما في اتجاه تخفيف حدة المعارك في أوكرانيا تدفعهم إلى ذلك دفع، أو البحث عن حلول دبلوماسية وسياسية لها. كما أشرت هو عامل ضغط يعني على موسكو لإيقاف آلة الحرب في أوكرانيا أو التخفيف من وطأتها. نعم. نعم سيد جاسم، نتحدث أكثر عن المحكمة الجنائية. المحكمة الجنائية تفتح أكثر من عين على الجرائم في أوكرانيا مثل ما ذكرت، رغم أنها ليست موقعة على نظام روما، لكن فجأة يصيبها العمى عندما يتعلق الأمر بما يحدث في فلسطين من وحشية الاحتلال منذ 74 سنة. هل هناك تسييس للعدالة الدولية؟ يعني العدالة الدولية حقيقة مسألة نظرية، يعني من يمتلك مصادر القوة قادر على فرض شروطه وملاءاته، إلا أن هناك بعض الأمل يعني من خلال قراءات في نهج المحكمة الجنائية الدولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. تبين مثلا أن المحكمة باشرت على في تداول بعض الملفات الفلسطينية. في فبراير من العام الماضي على سبيل المثال قررت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة وبالأغلبية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين
يعني يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وبما في ذلك غزة والضفة الغربية. وبهذا مهدت الطريق أمام الدعاء لفتح تحقيق بارتكاب جرائم حرب من جانب الجيش الإسرائيلي. أيضا في مارس من العام الماضي أصدرت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا يعني بيانا تعلن فيه تحقيق رسمي في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذكرت أن هناك أساس معقول لأن تكون الأراضي الفلسطينية شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة. نعم، هنا يعني ذكرت الطرفين الإسرائيلي وحماس، ولكن هذا مؤشر طيب. يعني في ابريل الماضي رفعت قضايا قانونيه امام المحكمه يعني تتهم اسرائيل ايضا بارتكاب جرائم حرب بسبب استهدافها للصحفيين على خلفيه اغتيال المناضله الفلسطينيه الاعلاميه الزميله شيرين ابو عاقله، وبالتالي يعني قبلت الدعوه في المحكمه. بطبيعه الحال اي حكم تصدره المحكمه سيكون يعني ملزم للدول الموقعه على ميثاقه، ملزمة بتطبيقه، وهنا على يعني الأطراف المتضررة يعني السعي في استصدار هذه الأحكام والسعي حثيث لتنفيذها، ملاحقة المتهمين بها دوليا. وهنا تكمن يعني مسؤولية السلطات الفلسطينية حقا ابتداء في ملاحقة المدانين إن أدينوا في المحكمة الجنائية الدولية والتضييق عليهم وعلى تحركاتهم وتنقلاتهم، وبالتالي يعني تحميلهم مسؤولياتهم. كما قلت هي مسؤولية السلطات الفرنسية عفوا الفلسطينية ابتداء، ومن ثم المنظومة العربية والإسلامية تاليا. نعم نعم ننتقل إلى صحيفة البيان الإماراتية. مشاهدينا تتساءل في عنوان بارز: هل تفعلها روسيا وتخطف وزير دفاع من نيتو؟ وتشير في ذلك إلى اقتراح عضو كبير في البرلمان الروسي خطف وزير دفاع بإحدى دول حلف الناتو في أوكرانيا ونقله إلى موسكو لاستجوابه بخصوص الأوامر التي أعطاها الغرب لكييف. وقال السيناتور أوليغ موروزوف الذي انتخب في البرلمان الروسي لأول مرة في 1993 والعضو في حزب روسيا الموحدة، إن أمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تشكل تهديدا مباشرا لروسيا، وقد يتطلب الأمر مراجعة موسكو لأهدافها العسكرية. إذن مشاهدينا ننتقل معكم ونذهب إلى موسكو، حيث تستعرض لنا مراسلتنا من هناك ثريا الفرة أبرز ما تناولته الصحف الروسية في سياق هذا التقرير. أحبتي طاب نهاركم بكل الخير والفرح. جولتنا اليوم لمنشط الصحافة ستكون من الصحافة الروسية. ننتقل إلى الخبر الأول والذي حملته صحيفة إزفيستيا تحت عنوان زيلينسكي غاضب من واشنطن. الولايات المتحدة الأمريكية تمتنع عن تلبية طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والذي طالب بتزويد كييف بأسلحة ثقيلة تؤهل بلاده من توجيه ضربات لروسيا. فقد صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن لا تخطط لتزويد كييف بأنظمة صاروخية قادرة على ضرب الأراضي الروسية. وقد تم إصدار بيان رئيس الدولة هذا على خلفية المنشورات حول الشحنة القادمة لأنظمة إطلاق الصواريخ الأمريكية المتعددة إلى أوكرانيا. ففي 21 من هذا الشهر وقع بايدن قانونا بشأن تقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية إلى كييف. طلب الرئيس فيه في البداية من الكونغرس 33 مليار دولار، لكن البرلمانيين زادوا المبلغ إلى ما يقرب من 40 مليار دولار. وترى المقالة بأن الغرب بدأ بعض الشيء يخشى المواجهة مع روسيا، والتي ترى بأن استمرار واشنطن وحلفاء الناتو في ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، ويصبح النقل معها هدفا مشروعا، حيث صرح الكرملين من مغبة المواجهة مع الناتو من خلال استهداف القوافل التي تحمل الإمدادات العسكرية إلى كييف، حيث يهاجم الجيش الروسي فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية. أما الخبر الثاني فسنأخذه من صحيفة نيزافيسميا غازيتا، والتي ترى بأن المواجهة قادمة بين الناتو وروسيا، ولكن حملت عنوان البحر ستكون ساحة المواجهة القادمة بين روسيا والناتو.
فقد وصل أسطول الناتو إلى هلسنكي، وذلك في إطار التدريبات المشتركة، حيث قدمت إلى هناك سفينتان حربيتان أمريكيتان وواحدة ألمانية وأخرى فرنسية. وهذا ما تخشاه موسكو، فقد صرح فلاديمير بوتين بأن انضمام البلدين إلى الناتو لا يشكل تهديدا مباشرا لروسيا، ولكن توسيع البنية التحتية العسكرية للحلف ليشمل السويد وفنلندا بالتأكيد سيؤدي إلى رد من قبلنا. تحدث الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف عن جزر آلاند وقناة سايما والتي تستأجرها فنلندا من روسيا بموجب اتفاقية تم تجديدها في عام 2013 لمدة 50 عام. يبدو في هذا الكلام تلميح إلى إمكانية نشوء نزاع إقليمي لأول مرة منذ العام 1940 بين فنلندا وجارتها الشرقية، وستكون المواجهة بين روسيا والغرب مرتبطة بطريقة ما بالبحر، إن لم يكن ببحر البلطيق فبالبحر الأسود بالتأكيد. ونصل إلى الخبر الأخير من صحيفة كوميرسانت، حيث تتحدث عن آمال أو الآفاق المتوقعة للمفاوضات بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي. وترى المقالة أن روسيا مستعدة للعودة إلى محادثات السلام مع أوكرانيا، لكن كييف ترفضها. ووفقا لتصريحات أعضاء في الوفد الروسي وفي كييف لا ينكرون رفض الحوار، فهم يرون أن أي محادثات مع روسيا ممكنة فقط بعد أن تسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية. وفي موازاة ذلك تقترح دول ثالثة خططا لحل النزاع، فقد أعلن الأسبوع الماضي عن أن إيطاليا قدمت خطتها للسلام إلى الأمم المتحدة. لكن الكاتب يرى أن من السابق لأوانه الحديث عن الوساطة الآن، حيث زجت الأطراف بكل قوتها لتحقيق نجاح عسكري، وفي هذه الحالة يكون وقف الأعمال القتالية ضارا من وجهة نظر عسكرية خاصة بالخطة الروسية. طالما هناك عمليات جارية فيجب أن تستمر حتى يتم تحقيق نتيجة ما، لذلك فكل أفكار الوساطة الآن هي بلا عنوان حتى يحسم الميدان كلمته. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء قريبا، طابت أوقاتكم. مستجدات الساحة المحلية، ورصد متواصل لأحداث العالم، تغطية مستمرة على مدار الساعة، وبرامج متنوعة تشمل مجالات مختلفة، كل ذلك وأكثر في الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع الأخبار والبرامج السياسية بحلته الجديدة. إذن نشكر زميلة ثريا الفرة على هذا التقرير والمطالعة من الصحف الروسية. ونذهب معكم سريعا مشاهدينا إلى صحيفة ياني شفق التركية، التي كشفت عن تنظيم أتباع حزب العمال الكردستاني معسكرا باسم معسكر التثقيف الأيديولوجي في مرسيليا الفرنسية، وذلك بالتزامن مع استخدام تركيا حق النقض الفيتو لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي ناتو بسبب دعمهما لتنظيم PKK الإرهابي. اللافت أن المشاركين في هذا المعسكر رفعوا صور زعيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي عبد الله أوغلان المعروف بارتكابه جرائم قتل طالت الأطفال الرضع، وفق نص الصحيفة التي أشارت إلى أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون كان قد استضاف إرهابي الحزب الكردي في قصر الإليزيه، وكانت الصور التي التقطت لهم برفقة ماكرون أمام الإليزيه قد تسببت بنشوب أزمة. إذن ماذا تستنتج أستاذ جاسم من هذا الخبر إذا صح ما نشرته ياني شفق؟ حقيقة يبدو أن الدول المؤثرة يعني في حلف الناتو بدأت حملة ضغط لإرغام أنقرة على سحب الفيتو ضد السويد وفنلندا والتلويح بدعم حزب العمال الكردستاني إحدى أدوات الضغط هذه. أظن أن هناك معركة دبلوماسية بين أنقرة من جهة والعواصم الغربية من جهة أخرى، محوره تخفيض يعني سقف المطالبات او الحد منها، لانه على ما يبدو ان الفيتو التركي متعلق يعني بتنفيذ بعض الاشتراطات من منطلق انها تملك القوه وفقا لاتفاق الناتو الذي ينص على عدم قبول اي عضويه جديده الا باجماع اعضائه. هنا يبدو ان انقره تمارس ما يتعارف عليه في العمل السياسي من توظيف الازمه لتحقيق مكاسب وحسم الملفات الشائكه. تعمل أنقرة وفقا لهذا على الضغط على
على البلدين وعلى الغرب عموما والدول المعادية لمصالح تركيا لإجبارها على حل القضايا الخلافية، سواء في الحصول مثلا على عضوية الاتحاد الأوروبي مع دول أوروبا ومع أمريكا، مثلا حل أزمة منظومة الصواريخ والطائرات الأمريكية المقاتلة التي علقت صفقتها، أيضا وقف التحشيد الغربي المضاد لها في منطقة الشرق المتوسط واتفاقيات الغاز والتنقيب عنه في هذه المنطقة، وأيضا التغاضي عن مد حدود مياهها الإقليمية، كلها ملفات مهتمة في أنقرة بإنجازها. وبالتالي أتصور أن يعني توظيف هذا الملف جاء لإنجاز هذه المصالح التركية. نعم، نذهب معكم مع السادة المشاهدين إلى الجارديان التي ذكرت أن الصين قامت بثاني أكبر توغل في منطقة الدفاع الجوية التايوانية هذا العام، حيث أبلغت تايبي عن دخول 30 طائرة إلى المنطقة بما في ذلك أكثر من 20 مقاتلة. وقالت وزارة الدفاع التايوانية أنها زحفت بطائراتها ونشرت أنظمة صواريخ دفاع جوي لمراقبة أحدث نشاط صيني في السنوات الأخيرة. بدأت بكين في إرسال طلعات جوية كبيرة إلى منطقة الدفاع التايوانية للإشارة إلى عدم الرضا والحفاظ على أسطول تايبي المقاتل المتقدم تحت الضغط بشكل منتظم. واتهمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بكين بإثارة توترات حول الجزيرة، حيث أشار وزير الخارجية أنتوني بلينكين على وجه التحديد إلى غارات طائرات كمثال على الخطاب الاستفزازي والنشاط. تحت عنوان جنوب المحيط الهادئ يرفض ربط مصيره ببكين، كتبت لوموند عن معارضة جزيرة ميكرونيزيا صفقة أمنية مثيرة للجدل مع الصين. لوموند قالت إن ميكرونيزيا وهي إحدى أصغر الدول في العالم تسببت في انتكاسة دبلوماسية غير متوقعة للعملاق الصيني، في حين أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي ساحة المعركة الجديدة بين الولايات المتحدة والصين، حيث حاولت بكين اتخاذ خطوة جريئة تتمثل في جعل دول جنوب المحيط الهادئ توقع اتفاقيات تعاون كانت ستضعها في فلكها. وفي صحيفة القدس مشاهدين تناولت ما أعلنته شركة طيران أيتا الإيطالية من فصل طيار كان يقود رحلة بين نيويورك وروما بعد اتهامات بأنه غطى في النوم ولم يتسن التواصل معه خلال تحليق الطائرة فوق فرنسا في الأول من مايو. وأكدت الشركة إقالة الطيار الذي نفى صحة الواقعة وشددت على أن الركاب لم يكونوا في خطر في أي وقت. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى مقال اليوم، لكن بعد هذا الفصل. مقال اليوم مشاهدينا بعنوان الحقيقة وراء نظرية الاستبدال العظيم التي يطلقها المتطرفون الهنود المعادية للمسلمين، من صحيفة الجارديان للصحفي تشارو سودان. ناقش فيه خداع المتطرفين الهنود واستخدامهم أسطورة القنبلة السكانية التي تدعي أن المسلمين الهنود سيزيد عددهم بسبب معدلات الخصوبة حتى يصبحوا الغالبية ويقطعوا على الهندوسية. وقال إن هذه هي النسخة الهندوسية من نظرية الاستبدال العظيم التي تلجأ إليها جماعات اليمين المتطرف في أوروبا لمحاربة المسلمين في أوروبا وأمريكا والتضييق عليهم. وقال الكاتب أن الكاهن ياتي نارسينغاند وجه سابقا تحذيرا صارخا لمليار هندوسي في الهند: أنجبوا المزيد من الأطفال أو كونوا مستعدين للعيش في دولة إسلامية. مشاهدينا، وصلنا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. كاريكاتير اليوم مشاهدينا من صحيفة الأنباء الكويتية وبريشة الرسام محمد ثلاب، ونشاهدها مع ضيفي الكاتب الصحفي جاسم الشمري وتعليقك حول هذا الكاريكاتير التي يتحدث بشكل عام عن سرقة الأفكار. نعم، يبدو أن السرقات حقيقة لم تعد تقتصر على الأمور المادية والعينية في هذا العصر، امتدت أيضا إلى سرقة الأفكار. هي حالة تستدعي الحقيقة مزيد من الحزم في تطبيق قانون الملكية الفكرية في تصوري. نعم،
نعم كاريكاتير معبر كما عودنا دائما رسام الكاريكاتير محمد تلاب. بهذا الكاريكاتير وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا. ما يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكاتب الصحفي جاسم الشمري، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا. شكر موصول أيضا مشاهدينا لكم لطيب المتابعة. نلقاكم في حلقة جديدة من ماشية الصحافة في نفس التوقيت غدا بإذن الله. إلى ذلك الحين في أمان الله.